أحسن الله إليكم الشيخ صالح. بر الوالدين في رمضان هل يتضاعف؟ وما القول الراجح عند العلماء في إهداء ثواب الأعمال؟ إهداء ثواب الأعمال لا يهدى إلا ما ثبت بالدليل، وهو الصدقة عن الميت، الوقف عن الميت، الدعاء له، هذا الذي ثبت بالدليل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للأموات والصدقة عن الأموات والحج والعمرة عن الميت، كل هذه ورد بها الدليل، فتفعل عن الأموات. نعم. وبر الوالدين في رمضان يتضاعف يا شيخ؟ بر الوالدين واجب في رمضان وفي غيره. نعم.